السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم نشارك معكم سفوف اليوم او سلو اللي كتاب اليوم عاد باش غادي نلوحو اللي هو سيمانه هادي هو عندي، ولكن نظرا للظروف والوقت اللي ما كاينش اليوم عاد كتاب غادي نلوحو لكم. نتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. بقاو معايا في الفيديو حتى الاخير وتشوفوا المقادير والمكونات. بسم الله. كنحتاج هنايا 2 كيلو ديال الزنجله اللي سبق لينا ان غسلناه وغربلناه وعليه ونقيناه وعاد حمرناه في الفران وكنطحنوه. انا طحنت كيلو وخليت كيلو يعني هكذا كيل باش كيجيني مزيان. انا كيعجبني ندير النص هكا نص هكذايا كيبقى واحد نص كيلو مطحون وكيلو يبقى ما مطحونش. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، خلط بين الدقيق الابيض والدقيق ديال الكامل يعني ديال القمح. الدقيق الابيض انا حمرته في الفران في واحد الطاوه، حمرته كي طحين عادي الا ممكن اي واحد يطحنوا على الطريقه يعني يحمروا على الطريقه ديالو. والدقيق نصف كيلو ديال الدقيق ديال القمح الكامل دو زرعوا كان نحمروا واحد شويه في المقلات او في الفران على حسب اي واحد كيفاش كيبغي يحمر هذاك القمح. وكان فاش كنحمروه نطحنوه كيتغربل على هذا الشكل كيجي مغربل بحال هكا. وبالنسبه للوز عندي 2 كيلو ديال اللوز. عندي هنايا كيلو يعني كيلو حيدت له الجلده ويعني وحمرته في الفران وطحنته على هذا الشكل هذا. والكيلو الاخر يعني عندي النص هنا نص كيلو ديال اللوز بالقشره ديالو حمرته وطحنته على هذا الشكل، والنص الاخر خليته بالتزيين. وعندي هنايا في السكر يعني السكر الناعم عندي 1/4 كيلو، كل واحد يستعمل على حسب الذوق. وواحد الكوزه يعني القليل من الكوزه غادي نحكها من بعد، وملعقه ديال القرفه اللي هي مدقوقه، وملعقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق اللي هي مدقوقه مع المسكه الحره او المستيكه. وعندي هنايا 2 معالق، عندي هنايا 2 معالق ديال النافع وحبه الحلاوه اللي هما صهدناهم واحد شويه في المقله وطحناهم على هذا الشكل وغربلناهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه باش غادي نخلط هاد العناصر غادي انا غادي نستعمل ان شاء الله زيت نباتيه فقط، نظرا ان الزميطه كتبقى ليا او السوف كيبقى ليا واحد المده يعني يقدر يصوف مع كيسخن الحال. اللي بغى يستعمل زيت الزيتون او الزبده كيبقى على حسب الاختيار. انا كنستعمل غادي نستعمل غير زيت هذا نظرا لانها كتصوف ملي كيسخن الحال. وغادي نقدر نحتاج واحد نص كاس ولا كاس ديال العسل من بعد باش غادي نخلط. نبداو على بركه الله. كيف كتشاهدوا هنايا الاناء ديالي درت فيه جميع حتى المكونات الدقيق واللوز وزنجلان جميع المكونات، وغادي نضيف عليهم هذيك 2 معالق ديال النافع وحبه الحلاوه، وغادي نزيد عليهم ديك الملعقه ديال الملح اللي هي مدقوقه مع المستيكه او المسكه الحره، وغادي نضيفوا كذلك القرفه. انا كنضيف 1/4 كيلو ديال السكر الناعم، كنحاولوا نغربلوه بحال هكذايا كنحيدوا منه دوك الشوائب كاملين، ولا بقاو لينا شي حجيرات راه كنعاودوا نغربلوهم عيب يدينا هكا كنبركوا عليهم وكيهبطوا معنا بسهوله. كيف سبق قلت لكم بان السكر راه على حسب الذوق، انا درت 1/4 كيلو يعني نتوما على حسب الحلاوه اللي بغيتو، ممكن تضيفوا اكثر ممكن تنقصوا يعني نتوما كتحكموا في الشغل ديالكم كما بغيتو. السكر ممكن ايضا ديروا سنيده، غير هي انا كنفضل السكر الناعم هكا كيجي كتجي هذيك السل كيجي السلو ديالنا كيجي رطب شويه. يعني ممكن ديروا حتى سنيده اللي ما عندوش السكر الثقيل او يطحنوا في هذيك الطحانه.
هنايا كندير غادي نحاول نحك واحد شويه ديال الكوزه، يعني هذيك الكوزه راه ماشي ضروريه يعني منسمه وصافي، ولكن القليل منها بانها صعيبه شويه قصحه مجهده، نديروا عا واحد القليل. انا غادي نوريكم الكميه، نتوما تشوفوا فاش غادي نحكها، غادي نوريكم شحال حكيت منها. هنايا غادي نستعلب واحد اللوحه خشبيه بحال هكذايا، غادي نبدا ندمج العناصر، نحاول ندمجهم مزيان باش هكا كيتجانسوا لينا مزيان هاد المكونات. من بعد عاد باش غادي نكمل بيديه، غادي نستعمل يديه باش نحيد داك التكتلات اللي كيبقاو يعني مجموعين. يعني اليد ضروري من اليد نستعملوها، راه اليد هي كلشي، اليد اللي كتخدم كلشي. انا كندير الطريقه ديال الام ديالي، يعني كندير سلو على الطريقه ديالها، تعلمنا منها هكذايا كنا صغار وحنايا يعني نتفرجوا كيفاش كيستعمل سلو، بدينا شويه من بعد كبرنا شويه بدينا نديروا يدينا معاه. هانتوما كتشوفوا يعني ساهل. دابا انا استعملت يديا وغادي نبدا يعني نخلط دوك العناصر ونحك دوك الكريات اللي كيبقاو دوك التكتلات. غادي نحاول يعني بحال كنخدمو كسكسوره، كنجمعو كلشي بحال كنفتلو هكايا، كيكونوا كاع دوك هادوك الاعشاب وداك اللوز و دقيق كلشي كيولي يعني كيتخلطوا مزيان لانه كينسجموا. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى يتحل لي كلشي، يعني تتحلوا لي هاد العناصر كامله. ومن بعد غادي نحاول ندير واحد الثقب الوسط، يعني غندير بحال شكل حفره باش غادي ندير فيها داك الزيت ديالي، باش غادي نحاول نخلطها ونجمعها. كتشوفوا جبت الزيت، والزيت على حسب الدقيق اللي عندنا وعلى حسب المكونات، راه يعني عينكم ميزانكم غديروا شويه بتدريج حتى كيتجمع لكم السلو ديالكم. مايمكنش تخويو كلشي في دقه واحده، كنديروا شويه بشويه بتدريج، وكنحاولوا ندخلوا هذيك الزيت، كنحاولوا ندخلوها يعني بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا مع حيت الزنجلان واللوز وداكشي، يعني راه كي مع الوقت كيطلقوا ديك الزيت ديالهم، يعني راه غادي نخدموا بالتدريج. هنستمر هكا حتى نلبس هاد الزيت ديالنا لهاد السلو هذا مزيان، وغادي نرجع معكم. هنايا البنات غادي نزيد واحد الطاسه ديال العسل، اختياري اللي على حسب اللي بغى يستعمل العسل، اللي ما بغاش يستعملها راه السكر كافي. انا كنفضل نستعمل شويه ديال العسل، كيعطي واحد بنه زوينه لهذا السلو وكيعطي واحد اللون غزال. كل واحد يستعمل المتوفر عنده، وكنحاولوا ندخلوا عاوتاني العسل يعني كالسابق، غادي ندخلوه عاوتاني على هاد العناصر هادي ونحاولوا نلبسو كامل هاد السلو. غادي نستمر هكذايا حتى نجمع العجين ديالي، تنجمع هاد السلو ديالي، وغادي نتلاقاو في الطبق ديال التقديم، بقاو معايا.
هنايا في الطبق النهائي البنات، كنتمنى انكم يعجبكم هذا السلو ديال اليوم وانكم تجربوا على الطريقه هذه، راه كيجي رائع. يعني الشكل ديالو كيجي غزال، والمذاق ديالو اللون انتم كتشوفوه كتلاحظوا يعني روعه. الى هنايا كنشكركم على المتابعه، وكنشكر جميع المشاركين والمشاركات الجدد اللي في القناه ديالي، كنشكرهم على الدعم وعلى التعليقات الجميله اللي كيخليو ليا. وكذلك كنطلب من المشاركين او المتابعين الجدد او المشاهدين اللي ما اشتركوش في القناه انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش انه يوصلهم كل جديد ديال القناه ديالي. وما تبخلوش علينا بلي لايك، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله بكل جديد، ونطلب الله الصحه والسلامه وذهاب الوباء ان شاء الله. الى هنايا نخليكم في امان الله وحفظه، مع السلامه وفرجه ممتعه.